آه يا قاسم، ردتك حال حارة، ردتني 30 سنة. أسميك يا هالورد، سويت بي حال، مزروع عطرك في روحي، ساكن حشاني، محلاك الصغير، محلى لعبة الغاية، محلاك أيام بيت الطين يدعون، حبه تبعني وتعلق لي على ردون. صاحيت يونس في بلوايا خلون، ما حد سمع لي ولا يا بيران. بس باب فرقاك ناسي فرحة العيد، عبرات عيني نهر جراي يا سيد. هناك في غربتي زادت مواجيدي، يا كيف بلقاك لو فيها العمر ساعة، بنزغ ريادي في قلبي وبنزغ شراح، تتلاطم بروح روحي نار ملتاح. وبرغم القرب صهر دربك، وبرغم القرب صهر دربك أكثر بعيد. طبعا أنا الحين في بيت الكبير، ولو تشوفي كيف استقبلوني أهل هيثم، أحلى استقبال، وعطوني أحلى غرفة في البيت. لا تزعل حبيبتي، ما كنت أريد أزعلك، بس كنت عارفة إن جمعة ما راح يقدر يسوي لك اللي سواه لي يا هيثم وأهله. عفوا، بكلمك بعدين. من أنت؟ سلوى؟ وش تسوي هني؟ إيش أسوي يعني؟ أنا ساكنة هني. نعم؟ ساكنة هني؟ كيف يعني؟ ليكون؟ اي نعم، انا زوجة هيثم. انتي؟ راسي براسك بهالبيت، ما حد احسن عن حد، يعني مثلي مثلك. السلام عليكم. وعليكم السلام، خير يا ولدي؟ هذا بيت جمعة بن علي؟ لا يا ولدي، هذا بيتي أنا، أنا أبوه. هو موجود؟ لا، ما حد، من 3 أيام ما يجي البيت. عندنا إذن بتفتيش البيت لو تكرمت. تفضل. تفضلوا تفضلوا، البيت تحت امركم، تفضلوا. الله يسود وجهك يا إمعه، فضحتني قدام الناس والحارة. وش تقول؟ وين انت؟ في بيت سعد؟ ما اصدق، انا جايتلك الحين في امان الله. ذياب، ذياب، خير خير، ويش عندش؟ خلا وديني بيت سعد. ويش عندش بيت سعد؟ قاسم يالس ببيت سعد. ويش؟ أقول لك قاسم يا صحار،
ويا لستو بيت سعد الله يغفر له. خلا يا ذياب خلا وديني عنده. لا أنا عندي شغل. خلي طلال أو هيثم يوصلوش. أنا لا. ويش اللي يابك الحين يا قاسم؟ ويش الدايوة بدت تضيق حواليك يا ثياب؟ لازم تتصرف، لازم تتصرف، لازم تتصرف. كل شيء جالس يصير بسرعة يمنعني من التفكير. لازم أهدى، لازم أهدى. لازم أهدى وأفكر بهدوء. هدوء. مشكور العم علي، واسفين على الازعاج، بس اذا يا جمعه يا ريت تمر علينا المركز، محتاجين ناخذ اطواله في حاله وفاه عماد. ان شاء الله يا ولدي، ان شاء الله بخبره. الله يسود وجهك يا يمعو. زين يوم انك شليت اغراضك من بيتي، ولا كانت تهموني شريك معك؟ سارو انت، انت يا اسود الوي، اشتل من قدامي، ما ابغى اشوف رقعة وجهك. ولا تراني ها انا بخبر عليك الشرطة بنفسي، ولا اقول لك سير سلم نفسك قبل لا يودوك. ما هذا الذي أفكر فيه؟ هل يعقل أن أترك مجرما يهرب بجريمته؟ وأية جريمة؟ جريمة حرماني من أبي منذ طفولتي، حيث لا أذكر من شكله سوى الصورة الوحيدة التي تحتفظ بها أمي لالا. جريمة لم ترتكب مرة واحدة، بل على مدى أكثر من 25 عاما. جريمة الكذب والخداع والغش. وأول مرة أسمع وحدة تمدح بريلها بالحماس. هل كثر أنت سعيدة مع عمي ذياب؟ انت بعدش ما شفتي شيء؟ قاسم وش تفكر؟ مشي يا اختي مشي. تعرفين السن واحكامه الظاهر اني تعبت من الدرب. هيا بخليك ترتاح وبشوفك باكي، ولازم تتغدى معنا. على خير. خلينا نوصل شامتي. يلا يا دلال خلينا نروح وخلي عمي يرتاح. انا بجلس عند ابويا. لا يا بنتي مشي مع عيلك، ترى بيتك قريب وباكر ونغبشه بيجيبك سيف. ولا ابكي كذاك عمك ذاك.
يلا خلينا نروح. قومي يا بنتي قومي. يلا.